في هذا الفيديو حنتكلم على موضوع مهم. هل تساءلت مع نفسك على كيما الانسان يبدا يكبر، خاصه لما يفوت 35 سنه يبداو مختلف الاعراض، يعني بعض الاعراض يظهر في الجسم تاعو، منها ضعف الجسم الجهاز المناعي، منها ايضا يعني الانتفاخ على المستوى الهضمي، منها نقص الفعاليه، يعني نقص الانرجي، يعني ما عندكش هذيك الفعاليه والحيويه كما كنت وانت صغير. بما انك وديما يعني نتسائلوا علاه تصرى الاشياء هذه، هناك عده اسباب، نكون صريح معك، هناك العديد من الاسباب، لكن واحد من الاسباب الاكثر شيوعا هي ان البكتيريا الموجوده في الجسم تاعنا ما راناش نغذيو بها، ما راناش نغذيو فيها بشكل جيد. واش معناه الشيء هذا؟ بنفهموا ان جسم الانسان راهو فيه نوعين من البكتيريا، البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه، وفيه فيما يقارب الملايين 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 من البكتيريا، وهي يعني الاساس في عمليه يعني اي عمليه تحدث داخل الجسم تاعنا اللي هي البكتيريا. الان ما هي البكتيريا؟ البكتيريا كان بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه، باه نبسطوا المعلومه ما ندخلوش في يعني المصطلحات العلميه ويعني باه ما نتخلطوش. البكتيريا الضاره هي البكتيريا اللي تساعدك باه الجسم تاعك يقوم بكل الوظائف تاعو وكل شيء يمشي كما حنا نقولوا تمام. البكتيريا النافعه هي البكتيريا اللي تعاون الجهاز المناعي باه يكون قوي، هي اللي تساعد الجهاز الهضمي باه يمتص كل شيء، هي اللي كما يدخل كشما فيروس خارجي داخل الجسم تاعك هي اللي تحارب وتساعد كريات الدم البيضاء والحمراء باه تمشي، يعني راح تقوم بعده وظائف. لذلك هناك الملايين والملايين من البكتيريا النافعه. البكتيريا الضاره موجوده في اي جسم تاع انسان، لكن البكتيريا الضاره قادره تتكاثر وقادره تنقص. كيف راح تتكاثر البكتيريا الضاره دي؟ تتكاثر لما تبدا تاكل يعني الجسم تاعك يعني اشياء ماهوش يعني موالف ياكلها ولا ماهوش مخدوم به يتناولها ولا به يهضمها. مثلا السكر ماهوش سكر طبيعي، ما تاكلش على التمر والعسل والزبيب الى اخره الى اخره، والفاكهه تتكلم على السكر المصنع. مثلا كل الاشياء المصنعه، مثال الخبز، مثل هذه الحلويات المصنعه، هذه اشياء راح تحفز البكتيريا الضاره باه تنمو، وفي نفس الوقت يعني راح تنقص العامل تاع البكتيريا النافعه راح تنقص. ومن اهم الاسباب اللي يخلي البكتيريا النافعه تموت يعني يعني تنقص منها خلاص، هي لما تتناول اللي يسميوه انتيبيوتيك. يعني لما تروح عند طبيب ويعطيك انتيبيوتيك راهو يساعد الجسم تاعك، راهو ربما يشفيك، لانه يعني يقدم لك من طرف الطبيب يعني حاجه جد عاديه. لكن من الاسباب الجانبيه تاعو يعني الاخطار تاعو انه يقتل البكتيريا الضاره في الجسم تاعك، ينقص من العمل تاعها تماما. لذلك هناك عديد من الناس لما يتناول الانتيبيوتيك كثيرا يعني بعد مده معينه يعود يعني يخرج له اضرار جانبيه اخرى ما كاينش وقعها. ربما المرض الاول اللي راهو يرتاح منه تماما اللي راح عنده اللي راه على جاله عن طبيب، لكن يخرج له اسباب ثانيه، منها خاصه الانتفاخ المستوى الهضمي والجهاز الهضمي، والانتفاخ يعني حيدوم سنوات ربما. ثاني حاجه راح يسوحها دوما يعني الجهاز المناعي تاعو ضعاف، بمعنى يعود يمرض ليه اي حاجه تعود تحكمه يعني يمرض ليه. لذلك واش ننصح الناس يستعملوا الانتيبيوتيك؟ تروح عند طبيب ويوصف لك الانتيبيوتيك، قال يا سيدي الطبيب انت وصفت لي الانتيبيوتيك راهو ما يعاونش البكتيريا الضاره، واش قادر تمد لي بعد ما نخلص من الانتيبيوتيك، بعد لا كور من الانتيبيوتيك واش تمد لي؟ لذلك هناك العديد من المكملات، ربما الطبيب ايضا من ذلك، اللي هي بروبايوتيك. البروبايوتيك هي اللي تساعد البكتيريا الضاره، البكتيريا النافعه اللي ماتت ولا اللي نقص العمل تاعها، يعاود يحييها ويعاود يمد لها يعني الفعاليه باه تعاود تنشط ثانيه. هذه من اهم الاسباب اللي تخلي البكتيريا النافعه تنقص. السبب الثاني من اهم الاسباب هي نوعيه الاكل. هناك عديد من الاكلات اللي تحفز البكتيريا النافعه باه تعاود تنشط وبعاود تمشي، وهذه الاكلات باه نبسطها لك هي مرتبطه فقط بالاكل الحقيقي والاكل الطبيعي، الخضر، الفواكه واللحوم الحيوانيه. هذه الاكلات، لذلك حنا نقولوا دوما تجنبوا الاكلات المصنعه. الاكلات المصنعه راهي ما تفيدكش، راهي فقط تمد لك البنه، وربما لانها هي بنينه يعني بحد ذاتها، لكن داخلين راه ما تفيدكش، والاضرار تاعها راح يبانوا مستقبلا، راح تسبق لك الشيخوخه، راح تنقصك الجهاز المناعي، راح تدير لك انتفاخ على المستوى الهضمي الى اخره الى اخره. لذلك يا جماعه افهموا، في جسم الانسان فيه بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه. اذا حفظت على البكتيريا النافعه تاعك، حافظت عليها باستعمال فقط بكل بساطه، ركز على الاكلات يعني الخضر الفواكه واللحوم الحيوانيه، ركز عليها. اذا قدرت يعني تركز وتحافظ على الاكلات نتاعك والنشاط الحيوي يعني دوما راك اكتيف، هذا يخلي البكتيريا النافعه دوما تمشي في الجسم تاعك. اذا
يعني نقص منها تبعت الاكلات المصنعه لكثير من الجرعات تاع الانتيبيوتيك يعني متردده كثيرا بدون ما عندك علم يعني كيف تسترجع طبيعه حركه البكتيريا النافعه. هذا راح يسبب يعني راح يسبب لك يعني مشاكل في المستقبل. اذا عندك اي سؤال خلنا في الكومنتار مستعد نجاوب على اي سؤال تقدمه. اذا شفت هذا الفيديو راه مفيد جدا يا جماعه بارطاجوه مع الناس خلي الناس تستفاد. وماذا بينا نتلاقاو في فيديو جديد ونتكلموا على نوع اخر ولا فائدة أخرى بها نفيدوا بعضنا إن شاء الله. سلام.